انا شايفه ان دي فكره حلوه جدا جدا جدا. انا هعمل سندوتشات كتير قوي عشان النهارده اختي جايه هي واولادها. ماما ماما في جاي لنا ضيوف النهارده. اه يا اما يا حبيبتي، خالتك جايه مع ولادها كلهم. ايه ده، الله، انا ممكن اعمل معاكي سندوتشات لو انت عايزه. طيب ماشي، اوكي يا حبيبتي، اعملي معايا السندوتشات اللي انت عايزاها. الله، ايه كل الاكل ده يا كلاودي؟ احنا عندنا عزومه النهارده ولا ايه؟ اه مش انا قلت لك حبيبي ان خالتي جايه هي واولادها، قصدي اختي. اختي جايه ولادها. يا نهار، ده البيت كله هيتقلب. بس انتي ما اتفقتيش معايا قبل كده، انا كنتش عامل حسابي. ده النهارده واخده اجازه عشان اريح في البيت من الشغل. لا انا مش عايز انهم يجوا النهارده. حبيبي معلش، انا اتفقت معاهم خلاص، هما جايين النهارده. الله، هتعمل سندوتشات كتيره جدا مع ماما، واحط بقى فيها سوسيس، واعمل بقى مشروم، حاجات كتيره جدا. انا اسف جدا يا كلاوديا، بس بجد انا ما اتفقناش على كده. طب خلاص يا مرت، نعمل ايه؟ طيب خليها المره الجايه. اوكي، هبتفق معاك بعد كده. اوبا، ماما هتعمل بقى سندوتشات كتيره قوي. انا اسفه جدا يا مارتن، معلش، صدقني هبقى اظبطها معاك المره الجايه، بس ماشي النهارده اليوم وخلاص. طيب خلاص اوكي ماشي، انا ممكن امشي اليوم النهارده وبعد كده نبقى نتفق بعد كده الايام اللي جايه. قوم بقى يا جولي، انا عايز العب شويه بالتابلت، عايز العب بيه. قلت لك يا هنا لما اخلص انا الفيديو ده، انا عايز اخلص لعبه ماينكرافت بتاعتي. بس انا ما اتفرجتش على اي حاجه خالص في التابلت، ما تدولي بقى شويه، انا عايزه اتفرج على اي حاجه انا بحبها برضو. اشمعنى انت؟ يوه، كل شويه تقولي اشمعنى انت اشمعنى انت. بقول لكم ايه، انتوا عارفين اخر الاخبار؟ انتوا عارفين ان خالته جايه هي واولادها؟ لا، نيلز جاي واخواته، ما بحبهمش خالص، ما بحبهمش. اه انا عارفه انتوا ما بتحبهمش. ماما عامله بقى تحت اكل كتير جدا. ايه ده، الله، اكل كتير، حلو قوي الموضوع ده. خليهم بقى يجوا كل يوم. ايوه فعلا، خليهم يجوا كل يوم. بس انا ما بحبش فعلا العب مع نيلس خالص، ده بيبقى رخم قوي. اه ما انا عارفه. احنا ممكن احنا نعمل فكره جامده جدا، نعمل تحدي معاهم، ايه رايكم؟ ايه ده، الله، خلاص يا مارتن بقى، قلت لك معلش ما تزعلش. طيب خلاص، ايه ده، هم جم اهم. ممكن تروح تفتح الباب بقى يا مارتن؟ حاضر ماشي، هفتح الباب اهو. اهلا اهلا، انستو نورتو، ازيكم، عاملين ايه؟ آه انا كويس الحمد لله، انتي اخبارك ايه يا كلاوديا؟ وحشتيني جدا، وانتي كمان وحشتيني قوي. ايه الاخبار؟ آه انا كويس الحمد لله. ايه الولاد فين؟ اوبا، دول جم اهم. هنلاقي بقى نيلز تحت وبقيت العيلة كلها. لا ده انا هنتظبط فعلا، شكلنا فعلا هنتظبط قوي. اهلا بيكم، ازيكم، عاملين ايه؟ آه، احنا كويسين الحمد لله، انتوا اخباركم ايه؟ ازيك يا نيلز؟ ازيك يا هانا، عاملة ايه؟ انا كويس الحمد لله. بصوا، احنا فكرنا نعمل تحدي ما بيننا وما بين بعض بالجيلي بينز. ايه ده، الله، حلوة الفكرة دي جدا. ايوه، هنعمل تحدي جيلي بينز، انا عارف ان هو هيعجبكم قوي قوي قوي. كويس، لو قلت ان هم هيطلعوا النهارده يلعبوا مع بعضهم ومش هيقعدوا معانا. بصوا، احنا جبنا جيلي بينز وهنعمل تحدي مع عائلة الطيور والعائلة بتاعتكم. هنقعد ونشوف بقى هل تقدروا انتوا تاكلوا الستة جيلي بينز دول، مين هيقدر ان هو ياكلهم ويكون هو ده اللي كسبان. الله، انا بحب التحدي ده قوي. وانا كمان، احنا وش هنكسب؟ ده تحدي اهبل قوي. اه طبعا، ده تحدي اهبل جدا جدا جدا. يلا، اول حاجة الاطفال. اما ابتدوا، 1 2 3. ياه، ايه ده، دي طعمها وحش جدا جدا جدا. طعمها فعلا وحش، بس انا هاكلها. لا لا لا، انا مش قادر ان انا اكلها خالص، انا مش واكلها خالص خالص خالص. ايه، انا اكلتها الحمد لله، اما هي اللي كسبت في اول تحدي. لما نشوف بقى دلوقتي الدور على هنا ومريم. يلا ما نشوف بقى، واخدين نفس اللون عشان خاطر يكون نفس الطعم، ونشوف بقى مين فيهم اللي هيقدر ان هو ياكلها. ايه ده، يا دي طعمها وحش قوي قوي قوي. ليكي طعمها فعلا وحش، بس انا هاكلها كلها عشان فريق عائلة الطيور يكسب. برافو يا هما. دلوقتي جه الدور على جوليان ونيلز. يلا يا جوليان، عائلة الطيور ممكن تكسب بقى بيك. يلا يا جوليان. حاضر حاضر، هاكلها اهو.
لا 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 لا، دي طعمها بشع، انا مش قادر. ايه ده، دي طعمها فعلا وحش جدا، بس انا هاكلها عادي، انا بعرف اكل اي حاجة. وبكده يكون فريق عائلة الطيور هو اللي كسب، وأكلنا كل الجيلي بينز اللي طعمهم بشع. واو، الله، دي كانت حلوة قوي قوي قوي. أنا عارفة إن هي عجبتكم جدا، فريق عائلة الطيور اللي كسب. ووهو، احنا عملناها متفوقنا عليهم وعملنا معاهم تحدي رهيب واحنا كسبنا. اه فعلا، ده كان يوم جامد جدا، وعرفنا نعمل تحدي فظيع معاهم. اه انا مبسوطة اوي، تعبانة نغسل سناننا بدل القرف اللي احنا كلناه ده. التشيلي بينز دي كان طعمها فعلا وحش قوي. اه كان طعمها فعلا بشع. ايه ده، مين فيكو بقى اللي كسب؟ يلا يا كلاودي، عايزين احنا ناكل، الناس كلها جعانة جدا، انتي عاملة اكل شكله حلو قوي. يا ترى بقى هناكل ايه؟ ايه ده، دول مشوا بسرعة عشان خسروا في الرهان اللي انتوا عملتوه، وهناكل احنا الاكل كله لوحدنا. الله، دي حاجة جامدة جدا جدا جدا، خليهم يجوا كل مرة وناكل احنا الاكل بتاعهم كلنا لوحدنا. واو، الله، هناكل الاكل كله ومشوا بسرعة، ده احلى خبر في الدنيا.